دلوقتي، هل تقدروا تغنوا لنا حاجه شهد او لجين زي ما انتوا عايزين؟ يعني انا مش عايزه اقول مين انتوا. انا ما عنديش مشكله، انا كمان كنت محضره دعاء ليا عشان طبعا رمضان جاي وكده. هو كلمات الجميل اشرف ظريف والمبدع الملحن المبدع اللي انا محظوظه ان انا اشتغلت معاه محمد فهمي عبد الحميد، وشهد برضو ليها دعاء هينزل ان شاء الله على رمضان يعني، فانا ممكن اقول الدعاء. طب يلا قولي الدعاء واحنا مقبلين على الشهر الفضيل.